السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي في فيديو جديد فيديو اليوم خاص بدراسة الجزء الثالث من النص المسترسل الحاجة أم الإختراع من مرجع واحد الكلمات العربية للسنة الرابعة من التعليم الإبتدائي إذا سنقوم بدراسة الجزء الثالث لكن قبل ذلك سنقرأ هذا الجزء إذا تابعوا معي دفعتني تلك النصيحه الغريبه الى ايجاد الحل بنفسي وهذا لم اكن لاتوقعه وجدت المشروع الذي يناسبني ورجحت انه سيحل كل المشاكل التي قد تعترضني في حياتي قررت العمل على تطوير الاجهزه المستخدمه في المنزل كي تقوم باعمال اضافيه وضعت جهازا خاصا للستائر كي تفتح عند شروق الشمس وتغلق عند حلول الظلام ركبت كذلك جهازا للبكنسه الكهربائيه لتعمل تلقائيا فتمتص الغبار اينما وجدته اما الطاوله فقد تبث عليها عجلات صغيره ومتينه اضافة الى جهاز استقبال للتحكم عن بعد في حركتها لتستطيع امي وضع الاشياء عليها ونقلها حيث تريد دون الحاجة الى دفعها. اذا هذا هو الجزء الثالث اصدقائي اذا سنمر الان الى اسئلة الجزء الثالث اذا لاحظوا معي قبل ذلك اتهيأ للقراءة اذا اتذكر نصيحة الاستاذ للسارد إذن بالنسبة لنصيحة الأستاذ للسارد إذا نصح الأستاذ السارد بالتفكير بطريقة صحيحة وسيجد الحل بنفسه إذا هذه النصيحة قدمها الأستاذ في الجزء السابق الجزء الثاني للسارد إذا نمر الآن إلى السؤال الموالي إذا السؤال الأول من أفهم وأحلل إذا السؤال الأول أوضح الحل الذي اكتشفه السارد وأذكر الأجهزة أو أذكر الأجهزة التي صنعها إذا بالنسبة للحل الذي اكتشفه السارد هو تطوير الأجهزة المستخدمة في المنزل كي تقوم بأعمال إضافية والأجهزة التي صنعها هي جهاز خاص بالستائر ومكنسة كهربائية وتثبيت عجلات على الطاولة لكي تتمكن والدته من تحريكها بسرعة إذا نمر الآن للسؤال الثاني استعمل السارد في سرده العديد من الافعال استخرج منها ما يدل على افعال تعود على السارد اذا بالنسبه للافعال التي تعود على السارد دفعتني قررت وضعت ركبت ثبت اذا هذه الافعال اذا فهي افعال تعود على السارد بالنسبه للافعال تعود على الاشياء اذا الافعال التي تعود على الاشياء هي تقوم تفتح تغلق لتعمل فتمتص وجدته اذا هذه الافعال تعود على الاشياء نمر الان الى اذا السؤال اذا سنستخرج افعال تعود على الام افعال تعود على الام اذا بالنسبه للافعال التي تعود على الام هي تستطيع وضع نقلها تريد دفعها اذا هذه الافعال تعود على الأم إذا نتمم مع بقية الأسئلة إذا السؤال الثالث السؤال الثالث أختار مما يلي الأوصاف التي استعملها السارد ثم أركب كل منها في جملة مفيدة إذا الأوصاف التي استعملها السارد هي صغيرة الغريبة المستخدمة متينة الاضافيه اذا هذه هي الاوصاف التي استعملها السارد اذا سنركبها الان في جمل مفيده وضعت اقلامي في علب صغيره اصبحت وسائل الاتصال المستخدمه اكثر تطورا اذا صغيره اذا اصبحت وسائل الاتصال المستخدمه أكثر تطورا هذه المسامير متينة يعمل هذا الفلاح لساعات إضافية أسمع أصواتا غريبة إذا هذه هي الكلمات المطلوب منا أن نوظفها في جمل مفيدة وهي عبارة عن أوصاف إذا هذه الكلمات عبارة عن أوصاف نتمم الآن مع السؤال الرابع أعين العبارات التي تدل على المعاني الآتية الاعتماد على الذات لايجاد الحل تحقيق المشروع المناسب مساعدة الام على التنقل إذا بالنسبة للعبارة الدالة على الاعتماد على الذات لايجاد الحل قال السارد دفعتني تلك النصيحة الغريبة لايجاد حل بنفسي تحقيق المشروع المناسب قال وجدت المشروع الذي يناسبني مساعدة الأم على التنقل، إذا قال: لتستطيع أمي وضع الأشياء عليها ونقلها حيث تريد دون الحاجة إلى دفعها، إذا هذه هي العبارات الدالة على هذه المعاني، إذا نمر الآن إلى أركب وأقوم، إذا السؤال الأول: ألخص الجزء الثالث من النص شفهيا، إذا بالنسبة لتلخيص هذا النص، إذا أقترح عليكم هذا التلخيص. يدور هذا الجزء من النص حول اهتداء السارد لمشروع وحل مناسب، وهو اختراع آلات تساعد أمه في المنزل وتخفف عنها العبء. إذن بطبيعة الحال لكي لا يضطر السارد إلى أن يعني يتوقف عن إتمام مشروعه وأن يتوقف عن دراسته. إذن فقد قرر واهتدى إلى حل وهو أن يطور آلات منزلية. تساعد أمه إذا في القيام بمجموعة من الأمور ومجموعة من الأعمال التي تعتبر شاقة ومتعبة بالنسبة إليها إذا السؤال الثاني أعلق على مشروع السارد إذا هذا المشروع هو مشروع مبتكر مشروع إذا فيه إبداع وفيه ذكاء إذا فبطبيعة الحال لأنه تدى إلى حل ناجع إذا فهذا التطوير هذه الأجهزة فهو يعتبر حل ناجع لأنه سيتمكن من إتمام دراسته وفي نفس الآن سيتمكن من مساعدة امه العجوز وبالتالي اذا فالوالدة السارد ستبقى في منزلها مرتاحة لان لديها مجموعة من الوسائل والادوات التي تمكنها من القيام بمجموعة من الاعمال المنزلية دون عناء وسيكمل السارد إذا دراسته اذا في المجال الذي يحبه نمر الآن إلى السؤال الثالث والأخير أبدي رأيي في اختراعات السارد إذا بالنسبة لاختراعات السارد هي اختراعات مفيدة لأنها ستساعد والدته يعني بشكل كبير وفعال على القيام بأعمال شاقة إذا هذه الأعمال مثلا دفع الطاولة جر الطاولة وإذا كنس الغبار إلى غير ذلك إذا فهي أعمال شاقة وأعمال متعبة لولا هذه الأدوات وهذه الآلات وهذه الأجهزة لكان الامر يعني شاق على والدة السارد وبالتالي فهذه الآلات مكنت من مساعدة والدته بشكل كبير جدا وفعال، إذا أصدقائي إلى هنا ينتهي هذا الفيديو موعدنا يتجدد إن شاء الله تعالى مع بقية دروس المرجع كونوا في الموعد